أعزائي المشاهدين، يبدو أن الحياة تنتصر على الموت الذي يحاول أن يصنعه داعش. ورياض أحمد الآن، صوت رياض أحمد في إحدى المقاهي الموصلية على مسافة أمتار عن مجاميع داعش والقتال والدخان والصواريخ والهاونات. شعورون بالأمان؟ الحمد لله أمان وصحة وسلامة. زين، أنت هسه تسمع أغاني وهنا قريب عليك أصوات مدفعية وقصف، يعني أكو أمان؟ لا تشعر بأمان؟ إيه أشعر بأمان الحمد لله. كم جلدة أكلت؟ هاي 33. 33 جلدة؟ إيه. على شنو؟ على مود صلاة وهاي. إيه. إيه. وعلى الجقاير هم أكلت جلد؟ إيه. كم جلدة؟ 33. يعني على الجقارة 33 وعلى الصلاة 33. يومك سعيدة. نعم. كل عام وانت بخير. شلون الشغل مالتك؟ والله الحمد لله والشكر زين. ها الحمد لله. احسن من قبل. ايه. ده تنام مرتاح؟ الحمد لله، بس صوت القصف تعودنا عليه ايه. والحمد لله. الصلاه والخمار والازار هذا اللي شفنا منهم، بس هذا العدل على اساس باقي كل شيء ماكو. ايش بس قلت جابونا والله دمرونا. او صحيح هسه عجيش الحمد لله، هذا يقولوا لنا فوتوا جوان فوت، شنو انا عارفه الدنيا حرب. زين، انت من كنت تشوفهم يفوتون بالشارع شلون هالاشكالهم؟ سود ايه؟ بيض حمر اشكال هيك اللي مسوى عليه يمشي على الناس. يلا حاجه توجه على الصلاه زلمه قبل الرعس يركض على الصلاه. كل عام وانتم بخير موفقين ان شاء الله. ايه سولف لنا ايش قصارك مفتح انت؟ والله هسه برمضان فتحنا. اه ايه. وقبلها ما كنت مفتح؟ لا ما كنا مفتحين، يعني كنا بمحلاتنا وقاعدين. وجود الجيش والشرطه والاخوه متعاونين ويانا طبعا نشعر بالامان. في فسحه الامان القلق اراد الموصليون ان يقولوا ان الحياه لابد ان تنتصر، ولا بد للحياه ان تنتصر على ماكينه الموت التي أسسها داعش.